حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثني سليمان بن بلال عن معاويه بن ابي مزرد عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعه فقال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال ابو هريره فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم